بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد. طالبات الصف الثالث في مادة لغتي بإذن الله سنبدأ بوحدة جديدة وهي الوحدة الثالثة بعنوان أخلاق المسلم. حينما سئلت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. إذا لابد أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم يا صغيرتي، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماذا يتخلق به؟ كيف كان خلقه؟ أن خلقه القرآن، أي كان يتحلى بصفات القرآن الكريم، ما علمه بما أمرنا به الإسلام الكريم. تعلمنا الكثير من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في الوحدة الأولى حينما تعلمنا كيفية التعامل مع الآخرين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أحاسنكم، ها؟ إن أحاسنكم ماذا؟ أحسنت يا صغيرتي، إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. اليوم بإذن الله سنتعلم كيف كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يقتدي بما شرعه الله لنا في القرآن، ونأخذ صفاته ونتعلمها وتصبح من صفاتنا كذلك. دعينا نبدأ يا صغيرتي. ها هنا أعطاناها هنا في هذه الصورة التي أمامك، يريد أن تميزين ما بين الصور التي تدل على العمل الصالح. أولاً سنتحدث عنها بأكملها يا صغيرتي. حينما تتأملين الصور التي أمامك الآن ستميزين ما بين العمل الصالح والعمل الغير صالح. فلو تأملتي في الصورة الأولى التي أمامك ها هنا ماذا تشاهدين؟ تشاهدين أنه قد رمى النفايات في غير محلها، وهذا عمل غير صالح. وهنا تشاهدين أنه كان يقيم صلاة وأين؟ في المسجد، وهذه من الأعمال الصالحة. إذن سنقوم بتلوين هذا العمل لكونه عملا صالح. بعد ذلك يا صغيرتي ماذا فعلها هنا؟ عاد ليعيد هذه النفايات التي قد وضعها هنا، ليعيدها في النفايات. وهذا ما هو؟ عمل صالح أم غير صالح؟ بارك الله فيكم. إذن هو عمل صالح. حينما نضع النفايات في محلها إذن هو يعتبر عمل صالح. بعد ذلك يا صغيرتي إذن سنلونه، إذن سنلون هذا وسنلون كذلك هذا يا صغيرتي. إذن دعينا ننتقل إلى الصورة الثالثة. ماذا تشاهدين هذه الفتاة؟ ماذا تفعل هذه الفتاة هنا؟ أحسنتي، تشاهد ما أمامها. لو أنت تأملتيها قليلا لوجدتيهم ها هنا ربما يقومون بالاختبار، وهذه الصغيرة تقوم بالغش في الاختبار، وهذه من الأعمال الغير صالحة. فالغش في الامتحان عمل غير صالح. بعد ذلك يا صغيرتي ها هنا نجد أنهم ربما هذا المشهد الذي أمامك هو يدل على خصام أو نقاش حاد بينهما، والخصام من الأعمال الغير صالحة. بينما نشاهد ها هنا في الصورة التي أمامك أنهما تقدم هدية، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا. إذن هنا من الأعمال الصالحة. إذن الصلاة في المسجد ووضع النفايات في محلها أو مكانها المخصص لها وتقديم الهدايا والمحبة للغير من الأعمال الصالحة. بعد ذلك يا صغيرتي إذن ستقومين أنت بتلوينها. بعد ذلك يا صغيرتي سننتقل إلى الصفحة التي تليها. يقول هنا أتبادل الدور من يجاورني في الإجابة على الأسئلة التالية. لو تأملت الصور التي أمامك وما كتب عليها لوجدت في الصورة الأولى الكرم، وفي الصورة الثانية الحياء، وفي الصورة الثالثة التعاون، وفيما يليها الشجاعة، وفيما يليها الصدق والأمانة. إذن هذه كلها صفات ما بها؟ صفات جميلة. إذن يقول هنا السؤال الأول ما الصفات التي يجب أن نتحلى بها؟ أحسنتي، إذن لابد أن نتحلى بالصدق والكرم والحياء والشجاعة وكذلك الأمانة، كلها لابد أن نتحلى بها، فهي كلها صفات حسنة قد أدبنا بها الإسلام. طب السؤال الثاني يقول هنا ما أهم الصفة ولماذا؟ يعني هذه كلها الصفات التي أمامك الآن كلها صفات جيدة، ولكن ما أهم الصفة؟ يا صغيراتي أحسنتي، هي الصدق. أهم صفة هي الصدق. ولما الصدق هنا هي أهم صفة؟ لأن مرتبة مترتبة عليها باقي الصفات.
فلو أنت كنت صادقة ستكونين متعاونة، ستكونين شجاعة، ستكونين كريمة، وسيكون كذلك الصدق كذلك مرتبطة بالأمانة. إذن لأن الصدق مرتبط بجميع الصفات. طب أنت الآن حينما تقولين كرم، حياة، صدق، أمانة، من تتذكرين؟ أحسنتي، نتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لقب بالصادق الأمين. إذا بمن نقتدي ها هنا يا صغيرتي؟ بمن نقتدي هنا في التحلي بهذه الصفات؟ نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذا هذه هي صفات الرسول التي تحلى بها والتي كانت من خلقه. تأملي في هذه الصور يا صغيرتي لتستنتجين نص الاستماع. هيا صغيرتي ماذا ترين؟ إذا سنستمع الآن إلى ما سأقرأه وهو نص الاستماع بعنوان أجمل هدية. إذا يا صغيرتي الآن سأقرأ ثم بعد ذلك سنجيب سوية على السؤال الأسئلة التي تليها شفهيا. يقول هنا: في أول أيام العطلة الصيفية استيقظ عادل وماجد مبتهجين وسلما على والديهما، ثم تسابقا ليكتشف كل واحد منهما الهدية التي أحضرها الوالد. عندما رأى عادل الهديتين صاح في بهجة: انظر يا ماجد، إنهما دراجتان كتب على إحداهما من أجل عادل والأخرى من أجل ماجد. قال ماجد: نعم نعم، لكن ألا ترى أن دراجتك أجمل من دراجتي؟ رد عادل: صدقت يا أخي، ما أجمل دراجتي، لونها أحمر وعجلاتها قوية ومقعدها مريح، وكذلك دراجتك يا أخي. قال ماجد: لا، ليست كذلك، فلون دراجتي الأزرق لا يعجبني. قال عادل: حسنا يا أخي، خذ دراجتي إن كانت تعجبك، وسأخذ أنا دراجتك. أجاب ماجد بنفور: لا، لن أخذها. وبعد تناول الطعام الفطور شكر الشقيقان والديهما على الهدايا، وكان عادل فرحا بينما بقي ماجد صامتا. سأل عادل ماجد: هل سترافقني لنركب دراجتينا في الحديقة؟ رد ماجد: لا، سأبقى لمشاهدة التلفاز. قالت الأم: لماذا لا تلعب مع أخيك يا ماجد؟ ألم تعجبك دراجتك؟ قال ماجد بصوت خافت: بلى، أعجبتني يا أمي، لكن دراجة عادل تعجبني أكثر، فهي أجمل من دراجتي. قالت الأم: يا بني، قد يبدو ما لدى الآخرين أفضل مما لدينا في بعض الأوقات، فلا تكن غيورا وكن راضيا قانعا واسعد بما أعطاك الله، فالقناعة كنزا لا يفنى. قال ماجد: شكرا يا أمي، إن أفضل هدية تلقيتها هي ما تعلمته منك الآن، وأعدك أن أرضى بما لدي ولا أطمع فيما لا أملك. إذن بعد أن استمعت يا صغيرتي، بعد أن استمعت إلى نص الاستماع الآن، نتجه أنا وأنت سوية لنقرأ الأسئلة ثم نجيب عنها. هنا يقول: أجيب شفهيا عن الأسئلة التالية: ما اسم الشقيقين في القصة؟ هيا صغيرتي، مما استمعتي ما اسم الشقيقين؟ أحسنتي، عادل وماجد، اسم الشقيقين عادل وماجد. السؤال الثاني يقول: ما المناسبة التي أحضر الوالد فيها الهديتين؟ أحسنتي، هي الإجازة الصيفية. ما الهديتان التي أحضرهما الوالد؟ أحضر لهم كرة؟ أحسنتي، بل أحضر لهم دراجتان. هل فرح ماجد بالدراجة ولماذا؟ ماجد، هل فرح بالدراجة؟ أحسنتي، لا، لم يفرح ماجد، لم يفرح بدراجته. لماذا؟ لأنه كان يعتقد أن دراجة عادل أجمل من دراجته. طيب، ماذا عرض عادل على ماجد عندما رآه منزعجا؟
عادل حينما رأى أخوه ماجد منزعجا ماذا عرض عليه؟ أحسنت، عرض أن يتبادلا دراجتهما، يعني ماجد يأخذ دراجة عادل وعادل يأخذ دراجة ماجد. هل شارك عادل ماجدا ركوب الدراجة ولماذا؟ لا، لم يشاركه ركوب الدراجة لأنه أعجب بدراجة عادل أكثر من دراجته، فما كان راضي، ما كان راضي هنا ماجد بدراجته. بما نصحت الأم ماجدا؟ أحسنت، نصحته ألا يكون غيورا، يكون راضيا قانعا يسعد بما أعطاه الله. إذن بعد أن استمعت إلى النص وأجبت شفهيا، دعينا نقرأ. هنا يقول: أستمع للقصة ثم أضع علامة صح أمام الإجابة المناسبة. فرح ماجد وعادل بالدراجتين. دراجة عادل لونها أحمر وعجلاتها قوية. أحسنت، إذن سنضع هنا علامة صح، لأن دراجة عادل كانت لونها أحمر وعجلاتها قوية. دراجة عادل أكبر من دراجة ماجد. أحسنت، هي ليست إجابة صحيحة لأن كلتيهما كانت متساويتان في الحجم، وإنما اختلفتا في اللون، فأحداهما حمراء والأخرى زرقاء. لعب ماجد وعادل بالدراجتين في الحديقة. أحسنت، هي لم تذكر هنا، أو لم تكن إجابة مناسبة، لأنهم لم يلعبان في الحديقة، فقط لعب عادل بدراجته، أما ماجد لم يلعب بدراجته لأنه لم يكن راضيا عنها، كان يعتقد أن دراجة عادل أفضل منها. أسأل باستخدام أداتي الاستفهام كيف ولماذا. إذن هنا لماذا ستسألين بها عن، أردت إذن تعرفين مع معرفة السبب، وكيف إذا أردت أن تعرفين الحال، كيف كان حال الشخص أو كيف كان الحال حينما وقع الفعل على الفاعل. يقول هنا: لم يفرح ماجد بالدراجة لأنها لم تعجبه. فلماذا، ماذا ستضعين سؤالا؟ كيف أو لماذا؟ أحسنتي، إذن سنكتب لماذا لم يفرح ماجد بالدراجة. إذن سنضع هنا لماذا، وأنت ستكملين كتابة السؤال. إذن هنا سنأخذ المفتاح وهو كلمة لماذا، سنضع نقطة. طب تصرف عادل بفرح عندما رأى دراجته، بأي صيغة ستأخذين، كيف أو لماذا؟ أحسنت، سنأخذ الصيغة وهي كيف. كيف تصرف عادل حينما رأى دراجته؟ وأهم حاجة يا صغيرتي أن لا تنسين وضع علامة الاستفهام. بعد ذلك استيقظ الشقيقان مبتهجين في أول الإجابة، أول أيام الإجازة الصيفية. فماذا سنضع سؤالا يا صغيرتي؟ كيف، أحسنتي، كيف استيقظ الشقيقان، كيف استيقظ الشقيقان. إذن سنكتبها هنا كذلك كيف. إذن كيف استيقظ الشقيقان، كيف استيقظ الشقيقان يا صغيرتي؟ استيقظ الشقيقان مبتهجان، ولا ننسى علامة الاستفهام بعد الانتهاء من السؤال. إذن الآن استخدمنا أداتي الاستفهام، هي كيف ولماذا، وعرفنا متى نستخدمهما. الآن يا صغيرتي سنصل السلوك المناسب في ألف بما يناسبه في القائمة باء. يقول هنا: حفظ الأشياء وردها إلى أصحابها. أهي قناعة أم اعتذار أم الأمانة أم الغيرة أم الغضب؟ أحسنتي، إذن هي من الأمانة حينما تحفظين الأشياء وتردينها إلى أصحابها، هي من الأمانة. طب الرضا بما منحنا الله أهي قناعة أم الاعتذار أم الغيرة أم الغضب؟ أحسنتي، الرضا بما منحنا الله هي القناعة، سنصلها ها هنا بالقناعة. طب طلب العفو بعد الاعتراف بالخطأ أهي اعتذار أم الغيرة أم الغضب؟ أحسنتي يا صغيرتي، ها هنا اعتذار،
إذا حينما تطلبين العفو وتعتذرين وتتأسفين، إذا نحن نطلب الاعتذار. العبوس والتحدث بنفور، أهي غيرة أم غضب ها هنا؟ إذا هي كانت غضب حينما أعبس وتحدث بنفور، أنا الآن غاضبة. إذا وصلنا كل سلوك بالسلوك المناسب. ننتقل يا صغيرتي لنراها هنا، أستمع للقصة ثم أحدد ما يأتي. ما سبب المشكلة ها هنا؟ ما سبب المشكلة ها هنا فيما استمعت قبل قليل في نص الاستماع؟ أحسنتي، حزن ماجد وعدم اللعب مع أخيه بالدراجة، وكان السبب ما السبب ها هنا؟ ما السبب ها هنا؟ أحسنتي، غيرة ماجد من دراجة أخيه عادل، لأن ظن أن دراجة أخيه أفضل من دراجته وأجمل، بالرغم أنها كانت متساويتان في المنظر، ربما اختلفتا، متساويتان في الشكل، ربما اختلفتا فقط في اللون. بعد ذلك يقول ما حل لهما؟ ما الحل؟ ها؟ ما الحل؟ أحسنتي، أن يتحلى الإنسان بالقناعة ولا يكن غيورا، وأن يرضى بما يسعد، أن يرضى ويسعد بما أعطاه الله. إذن الرضا نصف الحياة يا صغيرتي، كلما رضيت واقتنعت بما لديك كلما أصبحت حياتك أجمل. إذن هنا يقول أستمع للقصة ثم أكمل الشكل الآتي. قصة أجمل هدية، فيها مكان وهنا زمان. إذن مما تعلمنا بالحصة في الوحدة الماضية، تعلمنا عناصر القصة، وقلنا من عناصر القصة المكان والزمان والشخصيات. فالمكان ها هنا كان ماذا؟ منزل عادل وماجد، أحسنت يا صغيرتي. والزمان هنا كان أول أيام العطلة الصيفية، والشخصيات كانت من؟ عادل وماجد والوالد والوالدة. بذلك يا صغيرتي أنت تعلمت عناصر القصة، فالمكان والمكان ها هنا يا صغيرتي، والزمان والشخصيات، وكذلك الأحداث التي حدثت هنا. الأحداث كذلك تعتبر من عناصر القصة. نغلق نص الاستماع يا صغيرتي، ونتجه إلى الأنشودة التي سنتناولها في هذه الوحدة، وهي بعنوان المسلم الصغير. نقرأها سوية. المسلم الصغير إيمانه كبير، ضميره نقي وقلبه طهور، يصحو مع الصباح والبلبل الصداح، يسعى إلى النجاح وسعيه مشكور، الحب والإحسان لعمره عنوان، صديقه الإنسان والحقل والعصفور، طريقه الجميل إضاءة الرسول، وزاده المحمول الجد والتفكير، مهذب وديع يحبه الجميع، كأنه الربيع غنت به الطيور. إذن بعد أن استمعت الأنشودة يا صغيرتي، أريد أن تتعلمين ما معنى كلمة الصداح ها هنا. البلبل الصداح، أحسنتي، هو البلبل المغرد، وصوت البلبل من أجمل الأصوات التي من أجمل أصوات الطيور التي تغرد. هنا يقول وزاده المحمول، إذا ما معنى كلمة زاده؟ هو الزاد بمعنى غذائه، إذا غذائه الذي يحملها هنا الطفل ما هو؟ الجد، أي المثابرة والاجتهاد في ذلك. يقول هنا مهذب وديع، إذا ما معنى كلمة وديع؟ أحسنت، هي هادئ، هي هنا هادئ. وضد هادئ يا صغيرتي، أحسنتي، ضد هادئ هنا مزعج. إذن هنا يصف المسلم الصغير بأن إيمانه كبير، يعني إيمانه وثقته بالله كبير، ضميره وقلبه متعلقة بالله عز وجل، فهي ضميره هنا نقي يعني طاهر، وقلبه طاهر كذلك. يصحو هذا المسلم مع الصباح، يعني مع البلبل، يعني كأنه مش يصحى باكرا جدا مع الطيور، وهو يسعى بذلك إلى التفوق والنجاح. إذن كان واضعا عنوانا له، وهو حب الجميع والإحسان للجميع. كان مصادقا، يعني كان الذي المسلم هنا يصادق الإنسان، كذلك محبا للحقل، محبا للعصافير التي بالحقول، متحليا هنا، وهو يسير في طريقه يتحلى بما
أعطانا إياها الرسول، فهو يستضيء بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وبهديه وسنته، كان هنا يحمل معه غذائه وهو التفكير والاجتهاد والجد. وهنا الطفل مهذب وكذلك هادئ، والطفل المهذب والهادئ الجميع يتفق على حبه وكأنه الربيع. هنا يشبه الطفل بجماله وهدوءه وجده واجتهاده ونشاطه بالربيع، والربيع هنا يتصف بجماله وخضرة أرضه وجمال ألوانه. فهنا يتصف المسلم الصفات التي ذكر بها المسلم الصغير، وأنه يستضيء ويتعلم بما علمنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى هنا يا صغيرة الجميلة، نقف في درسنا على أمل أن نلتقي في دروس قادمة، وإلى اللقاء.